بادر طلبة جامعيون في الرياض إلى إطلاق حملة الإسعافات الأولية لذوي الدخل المحدود في العاصمة السعودية. طلبة من كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود بدأوا بتوزيع صناديق للإسعافات الأولية للذين لا يملكون المال الكافي لشرائها. معاً من أجل مجتمع صحي كان شعار حملة أسهم فيها أعضاء نادي الصيدلة في الجامعة بعد أن أدرك طلابها أهمية امتلاك كل منزل صندوق الإسعافات الأولية للتعامل مع الحوادث الطارئة. نادي الصيدلة هذا نادي طلابي تحت مظلة عمارة شؤون الطلاب جامعة الملك سعود، يضم طلاب وطالبات من نادي من كلية الصيدلة. يهدف النادي هذا إلى عدة أهداف، منها إلى تحسين مهنة الصيدلة في المجتمع السعودي، وتثقيف الطلاب بأهمية العمل التطوعي والميداني، وفي نفس الوقت رفع الثقافة الصحية في مجتمعنا. حملة المراحل الثلاث بدأت بتوزيع الصناديق على بيوت ذوي الدخل المحدود، أعقبتها جولات لتقديم الفحوص الطبية، وتلتها حملة للتثقيف الصحي ودورات في الإسعاف الأولي والرعاية العاجلة والسريعة للمصاب. نحن نفرح في طلابنا إذا ما نشوف الطالب السعودي ينشأ المنشأ الكريم هذا والوقفة الطيبة، فهذا شيء يشرف بلدنا ويشرف منطقتنا. 500 ل 500 عنوان هذا المشروع الخيري، فكلفة صندوق الإسعاف الأولي تبلغ 500 ريال أي ما يعادل 130 دولاراً أمريكياً، وزعها الطلبة على 500 أسرة في الرياض. هلا قنديل، العربية.